معانا مواطنة من مدينة بنبلة باش تحكي لنا على برشا حاجات قالت هي اللي مقلقتها في بلادها، لو كان تحكي لنا. سياسات وعندنا الناس ظروفها التعب زاد ما يتلفتوا لهمش، والمدارس زاد فما شوية قلق يدحم عليهم الماء كما مدرسة برقيبة، فهمت؟ وهذاك شنو نقول لك. يعني أكثر حاجة مقلقتك في بنبلة هي الكياسات والبنية التحتية بصفة عامة. والطرقات تهبط اللوطة وشوف في الحوم حال حليل. الماء أنا واحدة من الناس الماء داحم قدام داري، غارقة بلاصة وكل شيء. معناتها كي تصب مطرة الناس تفرح، الفلاح يفرح وأنتم ما يفرح غا الظروف تعب ماذا بينا الفلاحة، وبالنسبة للكياسات نتعبوا. احنا توا في نهج تونس في منطقة النهج الجبلي، جينا نشوفوا الحقيقة تونس الخضراء صحيح، ولكن نلقاوها أخضار اللي ممكن يقلق بعض السكان. معنا واحدة من سكان نهج هذيا أو الحومة هذيا، خاصة هي منطقة بلدية، خل تحكينا على المشاكل الموجودة في المنطقة هذه. عسلامة ومرحبا بكم، وتشرفنا بزيارتكم باش على الأقل توصلوا لنا صوتنا اللي أني كل جمعة ونمشي للبلدية مرة واثنين وثلاثة أني وراجلي، وما فما حتى تلبية لصوتنا ولا لندائنا. أول حاجة نعانيو منها ما فماش، احنا في منطقة بلدية تعد منطقة بلدية بالكلام برك، أما لا عنا لا أناس لا ضوء لا حتى شيء. الطرقات مش عارفة زبلة، عندي كرهبة نخلص في فينيات منيش فاهمة الواه على شنو مش عارفه على الواه. بالنسبه اهم مشكله نعاني منها اني اطار شبه طبي، نخدم في السبيطار وفي الجارد نورمالمون في الليل، معناها نخدم في النهار باش نروح نرتاح، نلقى روحي عندي ثلاثه صغار اوقاتهم لومبلوا نتاعهم مختلف، نهار كامل نوصل ونجيب، حتى باجيت باش نستخف بصغير يمشي يخرج يقضاها ما يقضيهاش، اني لا نوصل ونجيب. الكلاب السايبه ولا تكلموا من الجيران عندهم هذا يقول لك مش نتاعي مش تابعني، كلاب سايبه فهمت. وقت اللي تجي تحكي مع البلديه اجا تصرف، اجا شوف لنا كيفاش، اتو نشوفوا هاي لازمنا اذن من الشرطه البلديه، نمشي الشرطه البلديه، لازمني اذن من المركز، نمشي للمركز، ما عندناش كرتوش، يا خويا عندنا صياده يجي نعطيك الكرتوش. النقطه الاني هاو يتصرفوا قال لك لا توا ولات لنا حاجه اخرى، حمايه الحيوان، ظهر لي حقوق الانسان قبل الحيوان ظهر لي فهمت. اما احنا مش موفرين لنا حتى شيء، الناس تنظف قدام ديارها وتحط قدام ديارنا من الكلاب السايبه ذي احنا لاحظناها الحقيقه، كونه كثره الزرايب نتاع العلالش باهي نتاع الاغنام، ربما هذا هو السبب في وجود الكلاب السايبه هذه. هما هذوما اصحاب اللي عندهم الحيوانات اللي يربيوا فيها، تلقى عنده كلب ولا اثنين، الكلاب السايبه تبعهم وتجي على خاطر كلابهم وعلى خاطر العلالش نتاعهم تبعهم وتجي معاهم فهمت. وهما اني بالنسبه لي عندك كلب تحطه يعس عندك اربطه تصرف فيه، اني مش مطالبه اني باش نقعد اني لاهي بيه فهمت. وقت اللي قال هذا شنو يقول لك علاش هما قدموه، نستنى وقت اللي يقدموه. اني لازمني هذا الحرف الوحيد انه نستنى وقتاش يقدموه، وقت اللي يقدموه تنشوفوا الكارثه شنو تتحل وشنو التصرف اللي باش يكون. البلديه ما عندها حتى سلطه، البلديه لا تخدم في مصالحها ولا هما يتصرفوا على رواحهم، احنا ما عندناش حتى سلطه عليهم، ماشيين جايين 20,000 مرة في النهار حتى شيء. أني توا نحكي على روحي حماتي عندها 32 ولا 36 عام في البلاصة هذه وما تحسنتش، أما نحكي على روحي أني عندي 11 عام واني نهار كامل ماشية جاية، ما لقيت حتى تلبية لنداءاتنا أبسط شيء على الحيوانات والكلاب السايبة أكهو. يعني الكلاب السايبة الحقيقة في منطقة ساعة كيما هكا مفتوحة خلينا نقولوها، الحقيقة تمثل مشكلة كبيرة برشا برشا. أنت من الناس كما قلت لي أولادك ما تنجمش تبعثهم الخبز حتى في النهار. مستحيل، لأن بعثهم ليلي لا يلعبوا لا حد شيء، لا يخرجوا لا يلعبوا لا شيء، عندهم نهار لحد يخرجوا فيه يمشيوا لدارنا يلعبوا. أما أني بالنسبة لي أني نهار كامل نوصل ونجيب، في النهار نخرج بالعشرة بلا 15 مرة حتى للحانوت، حتى ننسى كما تعرف الواحد ينسى، حتى باش نقضي قضيت قضيه الصباح ونسيت حاجه خفيفه لازمني نطلع وحدي ونرجع نقضيها وحدي. ما تنجمش تستخف بواحد من الاولاد. مستحيل، اني علاش نستخف بهم، اني نوصلهم اني للمدرسه ونروح بهم اني للمدرسه. طفل عمره 10 سنين معناها سنه رابعه يمشي نورمالمون وحده، والمدرسه تنوريها لك قريبه منا، لا اني نوصل واني نجيب اني لا نتصرف، وهما ما فماش حتى شيء. والبلديه عملنا لها مكتوب حاجه كتيبه واورال، ما فما حتى المشكله هذه تعاني منها كل السكان في الحياه هذه اللي هما تقريبا يظلم اكثر من 200 عائله، باقي ما استجابوش معناتها البلديه لاي مطلب. الشيهه هذه حسب الجهه هذه لمنا سوى التنوير سوى لوناسها باش يجيهم، الحيوانات ما عندهمش كيفنا احنا لا، خاطر قال شنو هما اللي مسيطرين على مسيطرين هما على المكان هذا، هما مسيطرين هما اللي مسيطرين. ديجا نشوفوا احنا هجوم الحقيقه نتاع كلاب هوا قاعدين نشوفوا فيه في النهار القايله. تفرج ها وصلنا ما غادي يجي الاخر هاك ها فهمت. يعني كان يشدوا صغير كان يشدوا صغير يهتكوه وكي نجي نحكي مع الناس المسؤولة تقول لك علاش هما قدموها، هما ضروكا، نستنى حتى يقدموه اني حتى تقع الكارثة، فهمت، باش هما يلقاو حل، خاطر احنا هكا ما نجموش يلقاو حل. الحقيقة بالحق زاد كلب من الغادي برشا برشا. لا حتى شيء هذايا، هاكا جاي من الغادي تفلح على رواحها. نشوفوا ديجا واحد جاي من هنا بالحق، لا بالحق الواقع الحقيقه خوف. انا بدي ورايا واقفه وخايفه بصراحه، لا يجي علينا كلب من الكلاب. تو اللي تعدي يجي حوالي 6 ولا قداش في الليل، قالت لي المدام يوصل حتى ل 12 كلب ولا اكثر، حتى 20. يبدا اول حصه على حصهم، ثاني حاجه على الخطر اللي يمثلوه على الشارع. الليل مرعوبين الصغار، كل ليله يقوموا مرعوبين من حس الكلاب، يطلعوا هنا على الدكانه يبداو يتعاركوا كما قالت لك بال15 بال20 كلب، وبيتهم هذه على الشارع، يقوموا مرعوبين منه. تقريبا ضحايا، اكبر ضحايا في النهج هذا زادوا ذكروا به هما صغيرات، بربي زاد نذكروا باسم النهج هذا، نهج تونس بنبلة، وينسوي يعرف بالجبلي، وراه يعد منطقة بلدية، راهو مش منطقة متاع فلاحة، راهو منطقة بلدية. أنا شقيت ليل ونهار باش هالشباب هذايا باش نلقاه غدوة. الخمسة شهايد عليا وهم راقدين، ما في مستاذة جمعية وني تو راقدة، وني متكية راقدة تو. فهمتي، ولي مربي 4 نعجات باش اللي تجي مش تقرن بيه عليها علوش واثنين باش نمشي روحك. بقي عندك امل في تشغيلهم؟ ان شاء الله يعطينا رب الوقت الباهي. ان شاء الله ربي يعطينا بالوقت الباهي. اهلي كاكا مازلنا ريف، هاك تشوف فيها زروب وطوابج. ريف. تجي للتقسيم ما يمشيوش معاك. فهمتني ولي ايش شنو تراه؟ يا شانيش بالتعب. اي اش تحبني نقول لك؟ ناقصين برشا حاجات. تذكروا لي احنا توا في مدينه بنبلة اللي هي الحقيقه جديره باش تكون ماهيش بعيده برشا على مقر معتمديه كامله. ماشي شويه ولا ترى بنبلة معتمديه، بنبلة 9 كيلومتر على مدينه المستير، ولايه راهي ممتازه. واحنا ديجا في منطقه بلديه بابا، احنا شبه بلديه ماهيش بلد، داك تشوف فيها زروب وطوابي، داك تشوف فيها هذه منطقه بلديه ماهيش بلديه هذه. أبار حكاية البطالة شنو تعاني منه أنت في حومتك، في نهجك، في البقعة اللي أنت فيها؟ والله طبيعة حومتي هذه بطبيعتها تتقسم، لو كان يسهلونا في التقسيم وتمشي أمورنا ويساعدونا شوية، لأن فما كلفة حتى في التقسيم زاد، فما كلفة. إيه فما تعبين، حالنا تعب، ما فماش باش نمشيو رواحنا، ما فماش. يعني ما تحسش اللي فما مسؤول قاعد يخزلكم حاجات نكالي بيهم في الذراري؟ لا نلقى على سداري كان تشطر الكمية، النعجة تاخذ 6 كيلو سداري، وأنا لاش عملهم الكراج الذرية راقدة. ايش يلزمني باش مش نكالي؟ تاني قلت لك بعد زوز علال شنهايرين باش دخلت طفله المستار في قصر علال. وكان مش هما اليوم حبل كي نجيك نقول لك سلفتي، حبل تقول لي وليدي راني ما عنديش ولا وقايه، ما عنديش موجود ولا موجود. اليوم خوه ما عادش رحم خوه، الاغلبيه ما نقولش الكل. يقول لك حتى انا وخاي عندي ذريتي واموري تعبه. ابارسا حاجه تحس اللي بالحق المنطقه هذه هي نزيد نذكر هي منطقه بلديه في بنبلة، وبنبلة معتمديه وماهيش بعيده برشا. باش نقول قلت لك تحسش اللي المسؤولين مقصرين في حق المنطقه هذه؟ جهدهم المسؤولين كحد، جهدهم كحد، الامكانيات كحد، الامكانيات تجي مع الكرادير باش تجي تعمل شويه نيفالمون، الا ما تطلب التجهيز باش ترخص لها باش تعمل نيفالمون. فهمتني وليه ناقصين تجهيزات. التراكتور كما قال باش ينزح هاك الريقارات نتاع الوناس، ما هوش متطعين وناس نهار كل يجري، ماهوش موفق. هكا حد جاهدهم المسؤولين، ماذا بيهم يعملوا اكثر هما. يعيشك باب الحاجه، هكا خليك خاصه شبابنا راقد، الا تعبنا عليه، الا صرفنا عليه. انا في الوقت هذايا كل يوم نقول هاتو 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 التو التو، نجبد التعب خويا. شوف لي حالتي، نخدم ليل ونهار باش نركح هاك الذريات. فما كلمة قالتها مدام، قالت لي أولادها حاستهم اليوم باش يبعدوا عليها، وبالحق تحس بوجاعة كبيرة. وكان تحكي لنا شنو الحكاية؟ أني تلمو عايشة في بلاصة ما فيهاش أدنى مقومات الحياة، ولدي خذا الباك السنة وسوسة ماهيش بعيدة عليا، كريت له دار ب 550 باش ما ينافيش، قال لك راني نخاف في الليل عازب باش ما يجيش لهنا في الظلام ويخاف من البركة جات سيفري، وبنتي تقرا باك، قالت لك ما عادش عندي استعداد زادة، إن شاء الله ننجح السنة، وراهم ولادي باش يخرجوا باش يمشيوا من يديا على المنطقة اللي عايشة فيها أني، وصدقا أني ندمت. أني في بالي واخذة في منطقة بلدية، أخي طلعت ساكنة في منطقة ريفية. ما تختاروش وتقولوا الساحل، تعالوا شوفوا الساحل وين ساكنين، وين اطار في وزاره التربيه، وتعالى شوف. حتى ولدي عندي استعداد باش نعطيه الكرهبه وباش ينافي، قال لي الكرهبه لا والمنطقه هذه لا، ومعاش باش نسكن هنا، وهاك بلاصتي تعرفها اجاني لسوسه واني يزي. قلت لي قاعده تبني له في دار، نبني له في دار. قال لي ماما راك تخسر في روحك وانا مانيش ساكن فيها. الوضعيه هذه اللي فيها دمج بين الاحياء السكنيه واسطبلات لتربيه الحيوانات لا مجال اليه، على خاطر كل مره يقولوا لنا اصبر اصبر اصبر، للصبر حدود. هاو نتيجه الصبر انه انا ولادي واحد في جره الواحد قاعد يهجم البلاد هذه وما البلاصه هذه. معناتها اني خسر في فلوسي بالزايد. هكا شفت دخلت المدام تشفت الدوزيام ايتاج اللي نحضر فيه يعني لولدي، ولدي ما عندوش استعداد باش يسكن بحذايا وفي المنطقه هذه. كان جات فيها كيف برشا مناطق المسؤولين، واني مش باش نسمي ولا بيبو من الاشاره يفهموا، برا نهزها باش تعمل مقارنه، لا مجال للمقارنه. ربي انا لاحظت اللي حكينا على التنوير، ولكن لي بوتو موجودين، ولكن في الحقيقه في بقعه ما نلقاو انبوبه، نلقاو عش نتاع صفر. علاش؟ شنو هالميزه هذه تنفرد بها بنبله؟ لانه العباد اللي عايشه لهنا رافضه انه باش تكون عندنا تنوير، باش ما يتراش هما كيفاش يربيوا في الحيوانات. هما اصحاب القريش واصحاب النعاج والاغنام اللي يربيوا فيها، اي يحبوا الدنيا ظلمه، لازمش عندنا تنوير باش ما يسرقوهمش، فهمت؟ وبلديتنا مشكوره اللي لبيت معناها الافكار النيره نتاع العباد هذوما واطروحه باهيه معناها، اي وعيشتنا في الظلام. يعطيهم الصحه. الحومه هذيك اللي مقابلتنا كي تبدا في الليل كانها نهار، تيلمو بين البوتو والبوتو ما تجيش 10 متر، فهمت؟ ما تجيش ضوء، والحومه هذه ظلمه، فهمت؟ على خاطر احنا لازمنا نضحيو خاطر جيراننا، لازم، فهمت؟ لازمنا تضحيه. ومشكوره بلديتنا لا رب معناها لبيت النداء نتاعهم وسمعت الافكار النيره هذه اللي تنور المجتمع والثقافه الجيده معناها، يعطيها الصحه. على خاطر الناس عندها فضاءات اخرى، وخلينا ناكدوا فضاءات اخرى اللي تنجم تربي فيها النعاش، ولكن هم يحبوا في القريش وفي الطبيعه معناها، فيكونوا على فيطلبوا بالحاح من البلديه انه ما تنورش الحي هذايا كامل، ومعناتها وتراسيكم انتم في ظلام دامس برشا سكان لهنا تقريبا قرابه 200 دار. علاش؟ باش النعاج يتربيو في هكا في الطبيعه، وباش هما ليهم ما تدخلهمش لداخل، رغم اللي عندهم كراجات وشفناها ديجا كما قالت لك جارتي، قدامهم نظيفه، امورهم راكحه، واحنا اللي عايشين في الوسخ، احنا اللي عايشين فيه. اما نحكيوش على مشكله الستاك هذيك في الصيف، عندنا كليماتيزارات راكبين، اما بالاسم عندنا كليماتيزار، احنا في الصيف ما نقعدوش فيها الدار، نمشي لدارنا، نمشي لدار حماتي، على خاطر ما يوصلناش الضوء جمله، الضوء ضعيف، الكليماتيزير يمشي كأنه مروحه، ما يبردش اصل، ما يخدمش الكليماتيزير. صدقني صيف كامل واني هاجه في دارنا، صيف كامل نمشي لدارنا، الصغار يغفقوا شويشه والسخانه، مركبه الكليماتيزيرات بور لا فورم هكا. قال شنو يواصلنا ضعيف الضوء، يجاو قويولنا هاو باش نجيو باش نعملوا دار نتاع ضوء. فما زاد واحد اخر تعرض في الدار نتاع ضوء، هو باني في الشارع، طالع باني في الشارع، فهمت؟ في الكياس، في تراب الحاكم، وقال لك يتقربوا لي معناها الدار نتاع الضوء هذه يقلقني الحس. وقت اللي هو نورمالمون كان وخر واحترم الحقوق نتاعو معناها واحترم المتراج نتاعو، راهم يقلقوش الصوت نتاع الدار هذه نتاع الضوء. الصيف تو عندنا 3 سنين 4 سنين وحنا نعانيو في الحكايه هذه، كان يوصلنا شويه الضوء قوي شويه خاطر ما كانوش برشا عاملين كليماتيزيرات، تو صايي ما عادش يوصلنا اصل. احنا المروحه مروحه ما تخدمش، تعمل هكا دوبل الدور، ما تخدمش المروحه. وليت عمناول الفرجيدير عدمت، التلفزه تحرقت، ما فماش ضوء، البورتابل ما يتشارجاش بالضعف نتاع الضوء، البورتابل ما يتشارجاش، مش نحكيو على الكليماتيزير. معناتها نجم نقولوا نهج تونس هذا يعكس واقع ما نتمناوش لتونس ولا لاي حومه في تونس. سامحني باش ما تفهمونيش بالغلط، اني مانيش ضد فلاحتهم، مانيش ضد مورد رزقهم، اما يحترمونا. انت عندك بلاصه وين تحط ولا احترم نفسك وحط فيها، حاول نظفوا لنا شويه. عندك كلب سيبه في الليل على السراق، لمه في النهار، في النهار هكا انت موجود، الناس ماشيه جايه معناها ما فماش حكايه سرقه، وسكر على روحك. احنا مانيش ضد مورد رزقهم، مانيش ضد فلاحتهم، ناس فلاحه وتخدم على رواحها، مانيش باش نعطيهم من عندي، لكن يحترمونا، يختص ويزيدوا يهبطوا عندهم الساني والسواني هذم الكل ليهم، ينجموا يعملوا هما القريش على رواحهم، وعندهم نمروات بالبيبان مسكره، اما هما ينظفوا لرواحهم ويخمجوا لينا احنا. وتجي تحكي معاهم على الكلاب يقول لك يا اخي قدموه برا، حط الدواء ولا تصرف على روحك. وكي يقدموه الاجابه اللي باش نسمعها انه مش كلبي جاي، كلاب سايبه مش متاعي، هذايا اللي باش نسمعه. هذا هو نفس المشكل احنا نعانيو فيه. يعني قلت لك يعني تخصيص الفضاءات يغزرونا، يعملوا لنا شويه بنيه تحتيه يحسنوا فيها، وماناش نقطعوا في ارزاق العباد. فما فضاءات يحطوا فيها ويحترمونا، والسلطه البلديه السلطه المحليه رانا نحترموا فيها، وباش يفيض بنا الكاس رانا باش نمشيو للسلطه الجهويه، وطالعين نبعثوا مستوى اخر للسلطه الوطني. وبارك الله فيكم وربي يحييكم. بكل شتيه كل شيء تو قدام مرتها تلامذه ما عادش تمشي تقرا. سمينا المدرسة بربي؟ مرة صاحبي بورقيبة وأنا معناتها في النهج. إي. المدرسة غارقة بالمي، التلاميذ ما عادش ينجموا يقراوا. فهمت المشاكل كتشوف تشوف الظروف، كتشوف تشوف الحمام طايح، كتشوف الواحد ما عادش العباد قادرة حتى باش تاخذ حتى شيء. يعني قلت العباد ما عادش قادرة باش تاخذ حتى شيء، الشهريين تاعهم ما عادش توصلوا حتى لشيء. واضح. هذيك المشاكل، هذيك هي المشاكل تاعنا يومية. المشاهدين كما عودناكم دائما وابدا وان شاء الله هذا هو مبدانا اللي باش نستمروا عليه، انه احنا اصواتكم اينما كنتم في الساحل العزيز على قلوبنا. اليوم حطينا ركابنا في رحالنا في مدينه بنبله، وين لقينا الحقيقه برشا ناس موجوعه على مدينتها وعندهم الحق، واكيد انتم في ريبورتاج معانا باش تشوفوا النقائص هذه. ولكن الحقيقه اللي استوقفني اكثر، كل شيء ممكن يتداوى كما نقولوا احنا بالدارجه، ولكن وقت اللي تلقى تلامذه وتلقى حيوت مدرسة تشكي وتبكي وتعبر على ألمها، يظهر لي تكون الوجيعة كبيرة، ويظهر لي هذه دعوة لأصحاب السلطة على مستوى جهوي ومستوى وطني حتى ومستوى محلي، باش الناس كنت تكاثف الجهود إن شاء الله لصالح المدرسة هذه. مدرسة عريقة عمرها 90 سنة، اليوم نلقاو تلامذات باش يدخلوا يقراو، يدخلوا أحفايا. يظهر لي صورة هذه ما تليقش لا بتونس ولا بنبلة ولا بالساحل الجميل ولا حتى تونسي قاعد يتفرج فينا، لا في داخل تونس ولا برا من تونس. وخليكم معنا، حقيقة اليوم أنا موجوعة برشا، ونحبكم تحسوا معنا كما حسينا بجماعة بنبلة لهنا، وكما خاصة التلامذة اللي تكلموا. سي سامي معانا هكا ولا ايه؟ امين. سي امين، ايوا سي امين. وسي عبد الرزاق رزوقه فين قسم تقرا؟ خامس. الخامسه. رزوقه قالوا لي انت صباح قريت، ولكن باش تدخل القسم راساتك من ناحيه صبات. ايه. علاش؟ خاطر الماء برشا ما نجمش ندخل. ايه. انت زاد كيف كيف دخلت حافين للمدرسه؟ ايه. خاطر الماء قريب يوصل، المعلمين ما نجموش يدخلوا، كان بالحجر هابطين. وانتم هكا ديما كل ما تسب مطر تراسيكم داخلين الاقسام حفايه. اه حتى في الشتاء. حتى في الشتاء. اه لا اني توك وقت روحت نحيت سروالي خاطر مبلول ما نجمتش كيفاش ندخل. وقصيتوا على القرايه. قصينا على القرايه. ايوا قصيتوا على القرايه. اه انتم قلت لي خرجتوا من القسم ما كملتوش قريتوا الحصه صباحيه وخرجتوا دياركم باش تبدلوا حوايجكم هكا ولا؟ تبلينا ما عادش نجموا ندخلوا نقراوا، صبابطنا وكل شيء. بردوا برشا. قولي بردنا برشا. بردنا برشا. قال المعلمة خرجتنا. علاش خرجتنا؟ خاطر صبابتنا مبلولة ما نجموش كيفاش نقراو هكا مبلولين. قسم قريب يدخل له الماء. خرجتوا روحتوا بالفدا. ايه. هذه عاينة كما شفنا من التلامذات اللي اليوم الحصة الصباحية قصوا عليها وخرجوا لديارهم باش يمشيوا يبدلوا حوايجهم على خاطر ما نجموش يقعدوا حفاية. وقاعدين الطبليات والحوايج مبلول على ظهورهم، فالمعلمين خرجوهم باش يبدلوا حوايجهم ويرجعوا في لبسه اخرى. باش تواصلوا تو الحصه الصباحيه نتاعكم؟ ايه ان شاء الله. ان شاء الله هذا كله يخليكم تقراوا. ايه. شنو ناوي تخرج رزوقه انت؟ طبيب. طبيب وتعدي لهنا في بنبله؟ ايه. وانت؟ نخدم في الجيش. في الجيش انت عرب من توا لابسه برويلي، علاش تخرج في الجيش؟ باش تحمي بنبله. ها ربي يخليكم البنبله وربي يبارك في بنبله باولادها ان شاء الله يا رب. عايش. انا الفاري كعبي معناها مربي في المدرسه هذه، فهمتني، نقابي، ولي في نفس الوقت، ود بلاد، مدرستي اللي قريت فيها هذه فهمتني، تخرجت منها انا عام 77. المدرسه هذه معناها تبنات عنها 90 عام من عارق المدارس في الجهه، اللي هي سنه تحتفل ب 90 عام، معناها 90 تاعها السنه. المدرسه هذه صحيح معناها تدخلت فيها الوزاره مده سنتين، لانه معناها الاقسام ما عادش صالحه للتدريس، دخلت الوزاره ودخلت المندوبيه ودخلنا احنا كمجتمع مدني، وقامت الوزاره باعاده بناء معناها 4 اقسام. باهي مشكله الاربع الاقسام تحلت، مشكورين معناها الوزاره والمندوبيه. هذوما سامحني هذوما اللي طاحوا في الليل جاب ربي الحمد لله مش على عروس التام. لا ما طاحوش، احنا ما طاحوش، لا لا ما طاحوش، تداعوا للسقوط مع الصالحين للتدريس. بنات الوزاره 4 قاعات اخرين وهيئات الملعب، ولكن مشكله الماء، قاعد مشكله الماء، مشكله الماء هذه ممكن تتحل على مده القدام، خاطر الوزاره عندها برنامج انه مرسى مش بناها بالمرحله وتولي عالي على الكياس. مشكله الماء هذه منها تاع سنين كبيره، والمرسى كانت ممكن تغرق بالماء اكثر من تو، لانه كانت الماء جاها من التالي معناها من وراء المرسى نتاع النهوج الكل يهبط فيها الماء. وصلنا معناها خرجنا ثلاثه بطرك سوات في سنين قبل، وصل الماء تحملنا للاقسام، وصل حتى المستوى الطواول، وصلنا معناها المدرسه تعطلت على التدريس نهار ونهارين وثلاثه. هذا معناها مشكله قديم. المشكل هذايا مربوط بالطريق العمومي، انه الطريق العمومي قاعد يعلى والمدرسه عندها 90 عام معناها قاعد في نفس المستوى. ان شاء الله هذايا قلت لك معناها بطول السنين القادمه مش يعلى، معناها المرسى قاعده في طور التطور. ولكن في الوقت الحاضر التلامذه قاعدين يدخلوا حافين. الشيء احنا اللي نطلبوه انه في وقت نزول الامطار والطريق هذا يتعبى، اقل شيء معناها فهمتني فما وقفه من مسؤولين على مستوى بلديه، على مستوى مجتمع مدني، يشوفونا حل معناها حتى التلامذات يعاونونا معاهم. احنا صورنا ولينا معلمين نخرجوا في التلامذه على ظهورنا معناها، وندخلوا للمدرسه في الصباح باش ما نقريوا وما نخليوش التلامذه تخسر. ندخلوا معناها الماء للركبه، ندخلوا بصبابتنا احنا الماء، معناها معلم يعني نورمال نلقى الماء نروح نرجع، لا نحي صباطي ونشمر سروالي ونخرج. وعندنا صور قديمه انا كيفاش المدير وكيفاش المعلمين حاطين الياجور يخرجوا في التلامذه. المجتمع المدني والمسؤولين والبلديه غايبه هنا، غايبه لنا، وما يجيك حتى مسؤول. الامن ما يجيكش وقت المطر، وقت اللي انت الكراهه بيطيشوا في الماء والكراهه ما توقفلكش باش تعدي تلامذتك وتعدي الصغيرات، الامن ما يجيكش، البلديه ما تجيكش، فهمتني؟ معناها زيد هاك تشوف الحاجه اللي تتحفر ما عادش ينظمها، هاك تشوف الحفره نتاع الماء، هذيك حفره نتاع ماء، هذيك نورمال تتكيس تتنظم، يلقاو حل، يلقاو نتاع مجرى مياه على شويه خاطر في منخفض، حتى يعملونا مجرى نتاع مياه قدام المدرسه يسرب الماء القدام شويه في ساعه يتعدى، فهمتني؟ معناها فما حلول آنية حتى لين بعد سنين المرسى تتحسن، ولكنها توش باش نعملوا احنا نجموا اليوم تصب مطر 20 30 ملم، راهو نجموا احنا نقولوا اليوم ما تدريس، التلميذ ما يدخلكش، هاو نهار صب المطر التلميذ اللي فيه القسمه اللي فيها 25 يجوك 5 يجوك 6 يجوك 8، ما يجيكش التلميذ، ما يلقاش كيفاش يشق الكياس، وبكل يشق الكياس صدقني التلميذ يجيك معناها فهمتني نصفه بالماء، والله نصفه بالماء كيفاش مش يعدي حتى نصف النهار. اللي لاحظناه زاد على الحقيقه ما فماش محافظات للسرعه اللي دودان، ما فماش مقدم مدى عندنا حتى شيء. قلت لك لابني جينا وقت المطر باش معناها فهمتني السيارات هذه معناها فهمتني يوقف لنا السيارات باش يخرجوا تلامذه وقت العشرة وقت نصف النهار، ما يجيش ماء معناها مترو ماء، وما يجيش السيارات طايش في الماء، وما يجيش معناها ما يحترموش هما التلامذات الشاقه، وما يحترموناش احنا كمعلمين، نبداو ببلايزنا واقفين معناها على الكياس باش نعدوا تلامذه والسيارات لا من ينادي، لا امن يجيك وقت المطر، لا مسؤول يجيك وقت المطر، لا واحد يسأل عليك. منها احنا قاعدين قاسيو في معاناه وحدنا نتصرفوا، احنا لو كان ما عندناش مسؤوليه التلامذات، والتلامذات هما كل شيء والضمير المهني، واحنا كنقابين، وانا بيدي معناها نكون كنقابي عندي ضمير معناها فهمتني، والمرسى هذه نحس عليها، ما نحبوش التلامذه يخسروا نهار دراسه، نتحملوا احنا المسؤوليه ونهزوا على ظهوراتنا ونتصرفوا وندخلوا كراهه للداخل باش نخرجوا التلامذات لبرا، ونتصرفوا باساليبنا وحدنا باش تلامذاتنا ما يخسروش يوم دراسه. قلت لك المعلم معناه يدخل صباطه مبلول، سرواله مبلول، حالته حاله، ولكن مضحين في غياب مجتمع مدني، وفي غياب بلديه، وفي غياب امن، وفي غياب معناها مسؤولين. احنا قاعدين نتحمل المسؤوليه بصراحه، وحتى واحد ما يزايد علينا في تحمل المسؤوليه بالنسبه للمدرسه هذه. انا عندي فيها 15 عام المدرسه هذه متحمل فيها المسؤوليه، 15 عام ما ريتش شكون لاهي به، ما عدا قلت لك الوزاره مشكوره انه الاقسام تداعى الصغور. وان شاء الله احنا تو واش نحبوا واش نطلبوا، هو فما عندهم برنامج تاع تاهيل، اقل شيء الاسراع في البرنامج، اسراع، لانه المدرسه ولات معناها فهمتني طاقه لا تحتمل. احنا نسرعوا شويه، ماذا بينا الوزاره ولا السيد المندوب ولا كذا يسرع لنا بالاجراءات، معناها يكون مشروع باش يخدم في عامين يتخدم في عام. ومرسى راهي كيما نقول لك عندها 90 عام، والمرسى هذه بربي فرصه باش نتكلم على المدرسه اللي عندها 90 عام، واحنا مش نحاولوا كيفاش نحتفلوا ب 90 عام تاع مدرستنا، لانه 90 عام في مرسى ابتدائيه في جهه معناها كيما بنبله عندها قيمه كبيره، لانه المرسى هذه غيرت، راهي غيرت من تاريخ الجهه كامله غيرته. من بلاد فلاحيه عام 29 عندنا 111 صغير يقراو. والمدرسه هذه نعطيك معلومه انه من اول المدارس في ولايه المنستير وفي ولايه سوسه الا قرات البنت، قرات الانثى، قرات الطفل. احنا عام 1929 عندنا بنات يقراو في مدرسه بورقيبه من الفوج لون تاع القرايه، ما فماش هذا في مدن كبيره. مرسى عريقه بدلت معناها فهمني تاريخ الجهه، بدلت الصوره نتاع الجهه اللي كانت فلاحيه، التلاميذات جاوا يقراو، احنا عندنا ناس معناها فهمتني قراو عام 29، عام 34 خذاو سيزيام. فهمتني؟ خرجت المتفقد وخرجت المعلم وخرجت الاستاذ، معناها مرسى كيما هذه عام 90، اني نحب نوصل الكلمه نتاع السيد المندوب او البلديه او المجتمع المدني في بنبله، عارف انه عنده مدرسه سنه تحتفل ب 90 عام. عارف ولا لا؟ هذايا في حد ذاته راهو معناها فهمتني مكسب كبير للجهه، ونحبهم يتلفتونا شويه كيما احنا مضحيين برشا 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 برشا، خلي يضحيوهم معنا شويه. بارك الله فيك.